أنا كنت عيني على الكاميرا وبستنى تيطلق النار على أساس إني آخذ النار اللي طالع من البارود. الانتفاضة الثانية اللي هي من سنة 2000 غطيتها كلياً. أنا ما عمري شاركت في صناعة صورة. يعني حتى المواجهات او الكلاشز اللي بصوره او شيء بحاول انه يعني ما تركز على انه ضربه الغاز او ضربه الرصاص او ضربه الحجر، انه يكون في هناك شيء في الفريم، شيء له علاقه بالفن. هاي العروس لها قصه كبيره. هاي العروس هي امريكيه، يعني اوكي من اصول فلسطينيه بس هي امريكيه. يوم العرس قرروا انهم يعملوا عرسهم على الجدار في في في, في بلعين. بتبحث عن الحقيقة أو بتبحث عن الصورة وين مكان، فبدك تضلك ماشي ما في توقف.